السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايب لوكس ده برنامج متخصص لللايتنج، يعني مع مهندسين الكهرباء نقدر مثلا نيجي هنا نقول له احنا عايزين نضيف اكسترنال لايتنج، فبيقول لي ايه النوع، مثلا ستريت لايت، تقدر تضيف انواع تانية كمان، هو اوتوماتيك بيحط لك الاعداد بتاعته. فبعد ما ضفته بقول له اكسبت واروح ضايف اللايتنج بتاعي بالشكل دوت. وممكن تحط مثلا انترنال لايتنج، بيقولك برضو اختار النوع، في انواع كتيرة تقدر تضيف برضو اللي انت عايزه. ونقدر نضيف emergency light، لو انت عايز تضيف escape route ال width بتاعه قد ايه، بيبدأ يحددلك ال width، تقدر تضيف زي ما انت عايز. وبرضه لو عايز تضيف ال equipment هيحط على ارتفاع متر ونص، تقدر تغير الارتفاع. لو دخلنا هنا هتلاقي type of zone، تقدر تضيف انواع تانية من الزونز. هنا مثلا ريتيل، عايز تضيف نوع تاني زي ما انت عايز. كنسل الاكسترنال لايت تايب، الانواع اللي موجودة تقدر تضيف انواع تانية بحيث تقدر تختار بسهولة. وبرضه نفس الفكرة لللايت الداخلي والامرجنسي وهكذا. ممكن بعد كده تقول له اعمل لي اناليسيز،